البداية بشأني الدولي، وفي أول رد فعل لجماعة الحوثيين على القصف الصعودي الموجه للقواعد العسكرية التي تسيطر عليها بمدينة صنعاء، قال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن ما يحصل في اليمن هو عدوان واضح من قبل السعودية. هذا العدوان الإجرامي الظالم الغشوم الآثم لا مبرر له على الإطلاق. هذا وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم بلاده للعملية العسكرية ضد الحوثيين، وقال في مقابلة صحفية أنه يدعم تدخل السعودية ويفكر بتقديم دعم لوجستي اعتمادا على معطيات الوضع. وقد أبدت تركيا تأييدها لتلك العمليات وطلبت جماعة الحوثي بالكف عن التصرفات التي تهدد السلام والأمن بالمنطقة. وكشفت الخارجية التركية في بيان لها بأن السعودية أطلعت أنقرة على تفاصيل العملية مسبقا، وأنها ترى أن هذه العملية ستعيد السلطة القانونية. هذا وقد أكد السودان مشاركته في هذه العملية العسكرية السعودية التي تقودها كما قلت السعودية في اليمن ضد الحوثيين من أجل دعم الرئيس اليمني هادي منصور. وذكر وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بأن القوات السودانية لن تفرط في أمن السعودية، كما اعتبر رحيم محمد أن أمن السعودية خط أحمر. نحن لا نفرط في امن واستقرار المملكه العربيه السعوديه. الله اكبر. الكلام واضح. بالنسبه لنا ده خط احمر. خط احمر. نحن الان ان شاء الله قواتنا بدات الحركه الميكانيكيه نحو مواقعها ان شاء الله.